طيب خلينا اخدك في محورين مهمين. المحور الاولاني علي معلول، وقرينا البيان اللي صدر امبارح، بيان جيد ومتوازن، لكنه برضو الناس ما وصلتش لقرار نهائي، هل معلول باقي ولا مش باقي، هل هو مش عايز. انا مثلا عندي معلومه، صححها لي لو انا غلطان، يعني انه منذ فتره قريبه يعني كان علي معلول قريب انه يحمل الجنسيه المصريه، وبعدين حصلت بعض المشاكل، النادي الاهلي اللي كان سعى في هذا الامر، ولكنه حد من طرف علي معلول قال لا مش هينفع، الظروف هناك موجوده يعني في تونس. فالان الناس بدات تبقى تعرف، الناس مرتبطه جدا بعلي معلول، بتحب علي معلول، واللي قدمه للنادي الاهلي اشياء عظيمه جدا. موقف علي معلول ايه يا كابتن رمضان؟ الجزء الاولاني ده حصل فعلا وحصل خلاف وما تمش الموضوع موضوع موضوع الجنسيه المصريه. نعم. الجزئيه الثانيه انا كنادي اهلي دلوقتي يعني علي معلول لي تاريخ كبير جدا. ايوه. بس زي ما الناس كلها عارفه انا محتاج مركزين يبقوا موجودين عندي. ايوه. فيهم واحد اجنبي مثلا. نعم. لو الاثنين مصريين ماشي مفيش مشكله، لكن لما يبقى فيهم واحد اجنبي. هل عطل مصلحه النادي من اجل اللاعب ايا كان تاريخه؟ نعم. لكن عملنا توازن، ايه هو التوازن؟ ان هو بيتعالج معانا في النادي الاهلي وده حقه علينا. نعم. فلوسه بالكامل ياخدها وده حقه علينا. نعم. وحصل اتفاق بيني وبينه. ايوه. ان شاء الله المفروض على يوم 20 11 هيبقى سليم ويقدر ينزل الملعب معانا. كويس. ينزل الملعب معانا، ادي الملعب موجود. احنا دخلنا هندخل على الاول 12. نعم. هيبقى المفروض الرؤيه بالنسبه لنا واضحه، عدل الاجانب قد ايه؟ مستوى عالي معلول وسط اللي موجودين ايه؟ نعم. وقتها المصلحه هنا هي اللي هتغلب. مش العاطفه. مش العاطفه. لو العاطفه دخلتها في شغلي هيبقى الامر صعب. نعم. وده كان واضح في كلامك مع علي معلول يا كابتن. كان واضح جدا وهو تفضل، وعلى فكره شخصيه محترمه جدا. لان لما كنت واضح معاه انا حسيته انه كان مبسوط من الوضوح. فعلا. لان هو كان قبل كده الموضوع مش واضح معاه. فمش عارف هيعمل ايه. فلما كلمته لقيته مبسوط وسعيد، ده اللي اظهره ليا وبحسه يعني. هو لما بيجي يتمرن بيجي لازم يجي يسلم عليا وبتاع، مش طب مش لازم يعني، بحس انه جاي بحب يعني.